Assalamu alaikum. Welcome to our module Health and Disease in Population. We will talk about session 4 today, Measuring Disease in Population. We have 4 learning objectives. You should be able to define and differentiate between the terms incidence and prevalence and describe the interrelationships between incidence and prevalence and changing patterns of death or cure. فبالهدف الأول لازم نعرف المصطلحين، شنو نقصد بالincidence، شنو نقصد بالprevalence، ونعرف العلاقة والربط بيناتهم، شلون واحد راح يتأثر بتأثير الثاني، وأيضا تأثير الشفاء والموت. بالهدف الثاني راح نعرف أهمية systematic variation نسميه أو الاختلاف المنهجي في تحديد عوامل الخطورة خلال موضوعين، أولا كفتشي مفيد useful source of information، يعني نعرف مصدر معلومات مسببات الأمراض. الجانب الآخر راح يكون الجانب اللي بيه نوع من الإزعاج as a nuisance which need to be controlled، يعني لازم نضبط هاي الفتشي وراح نتعرف شنو نقصد بهذا الهدف. Learning Objective 3 Explain the purpose of age-sex standardization. راح نتكلم شلون راح نسوي ضبط للعمر والجنس كفتشي نظامي موجود وما الغرض من هذا الستاندرايزيشن. أما في الهدف الرابع والأخير Number 4 Interpret a standardized mortality or morbidity ratio نسميه SMR. راح نعرف شو نقصد بالSMR، ليش نستخدمه، ما دلالاته، النتائج مالته، وكيفية حسابه، وراح ناخذ تفاصيلها أكثر كيفية الحساب بالسمول جروب إن شاء الله. من الهدف الأول راح نبدأ بسؤال How much disease is there؟ يعني نريد نعرف ما مدى حجم مشكلة ما أو مرض ما موجود عندنا في المجتمع. بيا طريقة راح نحسبه، شنو المؤشر راح نطلعه، فحتى نعرف amount of disease عندنا مصطلحين أساسيين لازم تعرفوهم وتفرقهم بيناتهم. الأول نسميه الانسيدنس والثاني هو البريفلنس. فالانسيدنس شنو نقصد به؟ الانسيدنس هو عدد الحالات الجديدة اللي ظهرت لنا في وقت معين. So incidence is the number of new cases that arising in a particular time. بينما نشوف prevalence it is the number of people who have or affected by a disease. It count people with existing disease. شو نقصد بالexisting disease؟ يعني الفرق إنه prevalence ما راح يحسب لي بس النيو، لا راح يحسب لي عدد المرضى أو عدد الأشخاص الموجودين حاليا وعندهم هاي الحالة، سواء هاي الحالات شخصت حديثا اللي هي نيو أو موجودة سابقا اللي هي existing cases. هنا راح نشوف مقارنة بسيطة بين الانسيدنس والبريفلنس. فأول شيء الانسيدنس راح يكون مثل ما قلنا هو للحالات الحديثة new cases or event، بينما البريفلنس نشوفها new and old cases. الانسيدنس أكثر شيء راح نشوفه إنه مفيد في حالات الإبيديميكس، من يطلع لي مرض هسه جديد حالات بأعداد كبيرة أكيد راح ألجأ لمن؟ راح ألجأ للانسيدنس حتى أشوفها الظهور الجديد لهذا المرض. بينما البريفلنس يركز لأكثر على حالات المرض الموجودة عندي، يعني مرض موجود صار له فترة أتوقع بي إنه كل ما أجي دراسة راح ألقى حالات من عنده، فرح ألجأ إنه أدرس بريفلنس rather than incidence. النقطة الثالثة الincidence study effects of prevention programs and compare result of exposure to potential hazard. يعني دائما أسوي البرامج البريفنشن نسميها وأرد أشوف نتائجها، أكيد راح أدور على الانسيدنس، يعني طبقت البرنامج النقطة اللي بعدها أشوف اللي تغيير اللي صار، فالأعداد اللي راح تفيدني ما راح تفيدني البريفلنس، راح تفيدني الانسيدنس، هل ما زال المرض يعطيني أعداد مستمرة بالأرقام كانت موجودة تظهر لي حديثا أو لا. وأكيد من أرد أقارن بالبعض الأخطار راح أنشئ راح أحتاج هو الانسيدنس. النقطة اللي تقابلها البريفلنس useful as a measure of need for services، يعني من أريد أعرف إنه إيش قد أحتاج لتقديم الخدمات راح لازم أعرف إيش قد عندي حالات كاملة، مو بس الحديثة والقديمة، يعني old and new cases، فأحتاج prevalence.
أحتاج أيضا وين إذا أرد أسوي تخطيط planning and measure burden of disease، يعني المرض إيش قد موجود عندي، تأثيره إيش قد، هاي كلها أحتاج أعرف prevalence rather than incidence. النقطة الأخيرة، الـ incidence أكثر شيء حيكون ملائم إلي للأمراض اللي يكون بها short duration، مثلا صار عندي massive stroke، يعني صارت نوع من أنواع الجلطات، الجلطة الدماغية أو غيرها، بس كانت منتشرة وأدت للوفاة السريعة. بهاي الحالة من المنطق أنه أنا أكيد ما رح أدور prevalence، إن هاي الحالات ما رح تكون موجودة، يعني صارت الوفاة. الحالات اللي بعد أروح أدور بها الـ incidence حالات وفيات أيضا، فالوفاة تعتبر هي incidence لأنها تصير وما راح يعني أشوف حالة مستمرة من عندها، لا مجرد حالة صارت وانتهت. فهاي الحالات اللي تكون short duration راح أشوف أو أدرس الانسيدنس، بينما البريفالنس suitable for longest standing disease، يعني الأمراض اللي تأخذ لها فترات زمنية بالطبيعتها بالكورس مالتها، يعني بها حالات موجودة سابقا وحالات تظهر كل فترة زمنية مستمرة، هنا راح أشوف منه، راح أشوف البريفالنس. المثال اللي أعطيتكم إياه هنا هو مثلا ارتفاع ضغط الدم، الهايبرتنشن، من الدايبيتس مينيتس أيضا، وهو من الأمراض يفيدني البريفالنس rather than incidence. هنا مثال بسيط بس حتى أوضح لكم إذا أرد أحسب الانسيدنس شنو أحتاج حتى يكون حسابي صحيح. For measuring new cases، المثال هنا عندنا منطين 300 heart attacks in die worker، هاي المعلومة فقط راح أقدر أعرف من أدها أنه الحالات عندي هل هي قليلة أو ماذا. تنطيني معلومة كاملة إذا قلت لكم عندي 300 حالة من مرض القلب صارت في عمال اللي يشتغلون بالأصباغ. أعطيكم معلومة ثانية هسه، نفسهم 300 heart attacks in 50,000 die worker، so now we consider population at risk. هنا شنو ضفت؟ عندي الحالات صارت عندي 300 حالة، وحطيت العمال اللي هم في خطورة اللي عددهم 50,000. يكفيني بس هاي المعلومة حتى أحسب لنيو كيسز، لو أحتاج بعد فتشي أكثر أحتاج فتشي أكثر راح نشوف بالنقطة اللي بعدها. So 300 heart attacks in 50,000 die worker between July 25 and December 26، يعني فترة زمنية منطينا هنا سنة ونص. Now we consider time dimension as well، تمام؟ يعني هسه صار عندنا العدد المصابين بالحالة تحت الدراسة، population at risk، والفترة الزمنية. فحتى نحسب نشوف هنا المعادلة كانت قد أول مرة حسبنا حطينا ال 300 cases بالبسط وال population at risk بالمقام اللي هم 50,000، طلع لي الرقم مثل ما شوفنا هنا 6 بالألف heart attack per worker. إحنا دائما نريد نحسبه multiply by 1,000، يعني راح تكون عندي 6 heart attacks per 1000 worker. الفترة الزمنية ايش قد كانت عندي؟ 1.5 year، وذكرنا لكم اياها بمعطيات السؤال. فمن نشوفها يعني هاي الستة طلعت لي 6 وفيات لكل 1000 عامل خلال المدة الزمنية سنة ونص. فانا دائما من ابحث عن الانسيدنس تكون ريليشن تو 1 year، فحتى أضبطها 1 year إيش راح نسوي؟ راح نضيف ما نسميه person per year، يعني راح نقسم 300 على 50,000 مضروبة في الفترة الزمنية اللي عندي. إذا كانت عام واحد أكيد راح يبقى واحد، هنا أنا عندي سنة ونص راح أخليه 1.5، تمام؟ يعني راح نخليه بالسنين وليس بالأشهر. طلع لي الرقم نفس الطريقة، راح نضرب في 1000، فكانت النتيجة 4 heart attacks per 1000 worker per year. شفتوا الرقم شلون راح يفرق؟ يعني الستة تفرق عن أربعة. ليش؟ لأن ضبطنا الفترة هنا خليناها على سنة وهو المطلوب. So incidence rate equal to a new event divided by total population at risk per year. واضح؟ Now we want to measure existing cases. When we said existing cases, we refer to prevalence. On 27, 80 patients have cancer in a population of 1,500.
So now we will calculate prevalence. مريد نحسب prevalence رح نخلي بالبسط عندنا الحالات الموجودة عندي 80 قسمناها على الـ population at risk اللي هم 1500 طلعت لي الناتج 53 لكل 1000 أو أقدر أعبرها بطريقة ثانية مو الألف رح تكون نسبة مئوية رح تكون 5.3%. هنا أنا بالبريفلنس المقام رح يكون عندي بس يعني أشخاص بس بيرسن نوت بيرسن بير تايم يعني مو مثل الإنسيدنس. هذا السلايد بصورة توضح لنا العلاقة بين الانسيدنس والبريفلنس. احنا ذكرنا بالاهداف انه لازم ندرس العلاقة بيناتهم ونشوفها شنو. فمثل ما نشوف هنا كأنه البريفلنس هو المكان او الحوض الكبير اللي بي جميع الحالات الموجودة مثل ما اتفقنا هي new and old cases. منو جاي يجي يضيف لها الانسيدنس كل فترة زمنية مثلا كل سنة تضيف لها حالات جديدة راح تسبب زيادة بها بالبريفلنس، واللي راح يطلع من أدها واللي راح يقللها هو يا أما راح يكون الشفاء الكيور أو الوفاة الدث. هنا راح نرجع نوضح أكثر العلاقة بين incidence والprevalence. سؤال راح يكون إذا increase incidence شنو نتوقع؟ إذا عندنا incidence زاد يعني كل سنة incidence مع الحالة معينة بدأت تزداد، أتوقع شنو؟ راح أتوقع زيادة أيضا بالprevalence. الحالة الثانية إذا توقعت أو إذا كان عندي معدلات الشفاء تزداد cure more patient، أتوقع شو راح يصير بالبريفلنس؟ أكيد البريفلنس will be decreased lower prevalence. الحالة الثالثة إذا الوفيات كانت أكثر dead more patient، شو أتوقع يصير بالبريفلنس؟ أيضا راح يقل بريفلنس لأن الحالات الكيسات بدأت تطلع من الحسابات فرح يقل عندي البريفلنس. keep them alive longer يعني طورت طرق العلاج المرضى بقوا يعيشون فترات زمنية أطول، شنو أتوقع تأثير هذا الشيء على البريفلنس؟ أكيد إذا طالت الفترة الزمنية فالبريفلنس will be increased. فنشوف هنا الإكويجن والعلاقة بين البريفلنس والإنسيدنس. B يساوي I في L، B هي البريفلنس، I الإنسيدنس، L هي الديوريشن أو length of disease. يعني كل ما زاد عندي راح تكون علاقة هي طردية بين length of disease وبين الإنسيدنس مع البريفلنس، كل ما زاد واحد من عندهم راح يؤدي إلى زيادة البريفلنس. الهدف الثاني راح نتكلم ما هي أهمية السيستماتيك فاريشن، وقلنا راح ناخذ بيه نقطتين، النقطة الأهمية الإيجابية بيها والثانية إنه الجانب المزعج من أدها. فبداية the population measures incidence and prevalence give an idea of the average risk but individual risk varies systematically. تمام، يعني أنا راح أحسب هاي الحسابات بالنسبة للincidence والprevalence راح ينطيني فكرة عامة عن الخطر بالمجتمع، بس الخطر لكل فئة عمرية لكل جنس بالضبط ما رح يقدر يدرس ليها بس مجرد incidence و prevalence. This systematic variation may be of great interest because it can give a clue to the causes of disease. يعني ليش ما اكتفي بس مجرد اخذ incidence و prevalence؟ لان هذا الاختلاف المنهجي احتمال رح تكون له اهمية كبيرة في تحديد مسببات المرض. يعني انا مرض من ادرسه ب فئة عمرية محددة وأبحث عن أسبابه احتمال يفرق عن فئة عمرية ثانية فراح ينطيني إشارات أكثر. فأكيد systematic variation يحتاج حسابات أكثر وراح نعرف شو نقصد بيها. So we can compare incidence rate between groups with different levels of exposure by incidence rate ratio. هسه إذا عدنا نريد نقارن الانسيدنس ريت بين مجاميع أدها مثل ما نقول عوامل تعرض مختلفة، فنحسب ما يسمى انسيدنس ريت ريشيو اللي هو نسميه IRR. طريقة حسابه راح نحسب الانسيدنس ريت لأول مجموعة اللي هي A راح تكون متعرضة لعامل خطورة الإكسبوز، ونقسمها على الانسيدنس ريت للمجموعة B اللي هي راح تكون ان اكسبوزد غير متعرضة لعامل خطورة،
وراح نشوف بعدين النتائج تطلع ونتعلم شلون نقارنها. A high incidence rate in the exposed and a low incidence rate in the unexposed suggests that the difference in the exposure caused difference in the rate of disease. يعني إذا كانت عندي incidence rate لA أكثر من B معناها فعلا التعرض لعامل الخطورة جاي يؤدي إلى هذه الزيادة. IIR can also be used to compare the effects of two treatments and decide which is the best. طبعا الـ incidence rate ratio مو بس نستعمله إذا يعني نشوف الـ exposure، نقدر نقارن به إذا مجموعتين كل مجموعة أعطيناها نوع من العلاج سواء علاج جديد أو هالشكل الفكرة، ونقارن بيناتهم أيضا نشوف الـ incidence rate ratio ونقارن بيناتهم. زين احنا اتفقنا احنا راح نقسم الانسيدنس ريت للمجموعه الاولى هي المتعرضه للخطوره او ماخذ العلاج الاول على الانسيدنس ريت للمجموعه الغير متعرضه للخطوره او اللي ما اخذت العلاج تحت الدراسه. فشلون راح نسوي الحسابات مالتها؟ راح تطلع لنا نسبه اكيد بدون وحدات. فاذا هي كانت اكثر من واحد suggest that exposed group is at higher risk than unexposed group. تمام؟ وإذا كانت متساوية معناها ماكو فرق بيناتهم، أما إذا كانت أقل من واحد فراح تكون العلاقة عكسية معناها التعرض كان عامل حماية وليس عامل خطورة. الجانب الثاني من الهدف الثاني الـ variation in risk with non-modifiable characteristic، يعني بعض الأحيان تكون الصفات ما نقدر نغيرها مثل العمر والجنس. Can be a serious nuisance which gets in the way of search for useful modifiable characteristic or useful treatment. يعني بعض الأحيان في طريق البحث راح تطلع عندنا بعض العوامل اللي تأثر على هذا الطريق، يعني من المسبب المرض إلى نشوء المرض، بس هاي العوامل إحنا ما نقدر نتلاعب بها أو ما نقدر نغيرها، بس راح تأثر لي في سير العملية. A mortality rate ratio which ignore age. يا حسابات راح تهمل لي العمر، هي الحسابات العادية نسميها crude. Crude mortality rate ratio would be misleading. احتمال احتمال تكون مضيعة. It would reflect the combined effect of any real local hazard and the spurious confounding effect of age. يعني احتمال راح يصير فد خطأ بالحسابات انه احتمال مو عامل خطورة هو راح يؤدي لي الى المرض او الى الوفاة، اشياء ثانية احتمال عمر المريض هو اللي ادى لي. وبنعطيكم مثال على هالشكل موضوع في نشوء السكين كانسر ومنطقة معينة، بنعطيكم اياها بالورك بوك اذا ترجعون راح تلقوها بالتفاصيل كاملة. هذا مخطط بسيط، تشوفون دائما الاكسبوجر يبدي وبعدين ينتهي بنشوء الحالة او نشوء الديزيز. بس بهذا الطريق عندي كونفاوندر، الكونفاوندر احتمال يكون بالبداية من الاكسبوجر او خلال الطريق او احتمال يكون بالمرحلة الاخيرة لنشوء المرض، ما نعرف احنا بالضبط هو وين يكون كونفاوندر، بس هو راح يكون موجود في هذا الطريق. So confounder in this situation was nuisance which can getting in the way of the search for modifiable causes of mortality from disease. هدفنا الثالث راح نتكلم عن الغرض من استخدام الـ age sex standardization. It widely applied in epidemiology to compare different study groups. It control the confounding influence of age and sex. يعني احنا دائما نريد نتحكم بهذا العامل الـ confounding factor، نسميه عامل مضلل اللي هو اكثر شيء راح يكون العمر والجنس. فمن نحس من نسوي الـ age and sex standardization راح نقدر نتحكم بهذا العامل. Can be used for particular disease or for all causes combined. نقدر نستخدمه لمرض أو شيء مخصص محدد أو لجميع الأسباب أو العوامل المجتمعة. Can be used for disease event rather than death.
يعني مو بس نستخدمه للوفيات، احنا دائما نحكي نتوقع بس على الوفيات، لا احتمال نستخدم الحالات المرضية ايضا، بس بهاي الحالة شو راح نسميه؟ In which case the term standardized morbidity ratio is used. احنا ما راح نقول standardized mortality ratio، راح نقول standardized morbidity ratio. هسه هنا مجموعة نقاط متتابعة نشوفها to deal with confounding by age، حتى نتحكم العامل المضلل بالنسبة للعمر شو راح نسوي؟ بداية راح نحسب الـ age specific rate ratio لكل فئة عمرية، راح نحسب الـ age specific rate ratio إذا عندنا مجموعتين راح نحسب لكل مجموعة نفس الفئة العمرية، تمام؟ بعدين راح نبدأ نقارنها compare within each group، راح أبدأ أقارن بين الفئة العمرية، مثلا راح أخذ من عمر كمثال من 20 إلى 45 المجموعة الأولى، أقارنها مع الفئة العمرية نفسها للمجموعة الثانية. راح نبدأ نستمر ونكمل الباقي الفئات العمرية continue for all age groups. هنا شو راح يصير عندنا؟ كل ما قلت الفئة العمرية with narrow age band the result will be little confounding due to age، يعني كل ما تقل الفئة العمرية اللي عندنا تحت الدراسة راح يقل العامل المضلل، تمام؟ وراح أقدر أقارن بصورة منطقية وصحيحة أكثر. الهدف الرابع والأخير راح نتكلم إنه شلون راح نناقش أو شلون راح نفهم الـ SMR ونتائج مالته، يعني شو راح نفهم من عندها. So interpretation of SMR. It accounts for the level of mortality or morbidity observed in a study population to the mortality or morbidity expected in a standard reference population age sex specific rate were applied to the study population age sex group. يعني راح أقارن بين منو منو. أول شيء عندي مجموعة نسميها observed تحت الدراسة، عندي الصفات مالتهم موجودة، راح أقارنها ويا مجموعة أخرى اللي هي راح تكون متوقعة بعد ما أضبط العمر والجنس وقارن بيناتهم، راح تطلع لي نتائج. طبعا طريقة الحساب المعادلات كلها راح نتكلم عنها بالتفاصيل بالسمول جروب، بس هنا بس النتائج راح نبين لكم اياها شلون مقارنتها كحسابات، ان شاء الله بعد المحاضرة نتكلم بيها ونشرح لكم اياها بالتفاصيل. SMR control the confounding effect of any age sex confounding، يعني من راح نحسب الـ SMR وراح نشوف النتائج من عند مقارنته راح يتحكم لي بالعوامل المضللة. طبعا هو دائما راح تشوفونه اكثر الاحيان راح يتمثل بواحد بدون وحدات، او بعض الاحيان مثل ما راح سنذكر لكم اياه ما راح تشوفونه واحد، راح تشوفونه من 100 راح يكون. فهسه راح نتكلم على القياسي اذا هو كان واحد. حسبنا الحسابات بالنسبه للاس ام ار والنتيجه النهائيه طلعت لي تساوي 1. Mean the risk is same in the study as in the standard reference population. So observed and expected are equal. يعني إذا حسبت الحسابات مع الـ MSR وطلع لي جواب واحد، معناها الـ observed والـ expected متساوين، ماكو فرق، يعني ماكو دور الـ confounding. إذا كانت الـ SMR أكبر من واحد، mean that after the adjusting for effect of confounder there is higher numbers of death or morbidity than the expected. يعني من ضبطت بعدت تأثير العوامل المضللة بقت عندي وفيات أكثر بالمجموعة الأولى اللي عندي وفيات طبعا أو مرض مثل ما اتفقنا. أخيرا إذا كان الـ SMR أقل من واحد ماذا يعني؟ mean there is a fewer number than expected. مثل ما قلنا بعض الأحيان ما راح نشوفه واحد، يعني نفس المعادلات اللي قلت لكم إياها إذا يساوي واحد أو أكبر أو أصغر، بس هنا راح نمثلها بالمية، يعني راح يكون يساوي مية أكثر من مية أو أقل من مية. مثال توضيحي بسيط. If a typical individual in one area of the country، مثلا هي عندنا منطقة تحت الدراسة، has twice the risk of individual elsewhere in the general population، this may be referred to by 2 or by 200. تمام؟ يعني إذا بدي أحسبها يا إما أمثلها بالاثنين أو 200 وهكذا. شكرا جزيلا.